احتمال نتغلب من اوروجواي وتكسب السعوديه وتتعادل مع روسيا، فيمكن تاخد مركز تاني وتصعد. المشكله بقى الخوف كله من الفرق اللي هي تقيله، اسبانيا، فرنسا، الارجنتين، الناس دي، البرازيل، فيعني ربنا يستر. مصر موقفها كويس، هتلاعب السعوديه وهتلاعب روسيا. اعتقد ان اوروجواي يعني هي قويه بس مش هنكمل معاها. احنا صعب نكسب اوروجواي لكن ممكن نكسب السعوديه. مباراه مصر والسعوديه هتبقى صعبه شويه لان السعوديه برضو فريق مش سهل، فريق قوي برضو، ومصر فريق يعني يعتبر هو الاقوى، بس الكره ما فيهاش مين يغلب ومين يتغلب. مصر ليها فرصه يعني ان هي تتعمل حاجه لعل في الدور الاول، يعني لو مثلا تعادلنا مع اوروجواي ومثلا تعادلنا مع روسيا مثلا وكسبنا السعوديه ممكن يبقى لنا يعني فرصه حلوه، يعني احنا ممكن نصعد تاني، يبقى على الاقل يعني عملنا حاجه في كاس العالم في دنيتنا كلها. هناخد كاس العالم باذن الله، هناخد وهنخش الجوله الثانيه باذن الله.